أشهر أعراضه أول ما بقوم من النوم وجع جامد في صباع رجلي الكبير، أو وجع جامد في كعب رجلي، وده الشهير بين الناس بس مش هو السبب الرئيسي فيه. هي دي أملاح يا دكتور ولا أنا عندي نقرس؟ احنا الاول عايزين نفرق ما بين زيادة نسبة الاملاح في الدم والنقرس. مبدئيا وببساطة، الاملاح ده تحليل سواء كان دم او بول، مجرد رقم عالي عن الطبيعي، ممكن يعمل مشكلة، يعني يعمل اعراض مرضية يعني، او ما يعملش اي مشاكل، مجرد تحليل. اما النقرس ده مرض، المرض ده بيكون له اعراض مرضية معروفة للدكاترة وملوش دعوة بالارتفاع في درجة الأملاح بشكل مباشر، هل هي عالية قوي ولا لا. الخلاصة، مفيش حاجة اسمها تحليل نقرس. التحليل بيبين ان حمض اليوريك في الدم البولينا يعني عالي. في ناس ممكن يجي لها نقرس وفي ناس مش هيجي لها نقرس على الرغم من ارتفاع النسبة دي. نيجي بعد كده نسأل سؤال مهم، يعني ايه أملاح؟ بشكل عام الأملاح دي عبارة عن مركبات كيميائية، احنا بنبسطها بكلمة أملاح. بتكون مهمة جدا للجسم، بس زي اي حاجة عموما لما زادت عن حدها بتقلب ضدها. فالأملاح دي لما بتزيد عن المعدل الطبيعي بيها في الجسم بتبتدي تترسب. مثلا لو انت عملت كوباية شاي هيبتدي تحط سكر علشان تحليه. في الاول كل ما تحط معلقة سكر وتقلب هتلاقي ان السكر بيدوب، لحد فجأة ما تلاقي ان السكر بدأ يترسب في قعر الكوباية وما بقاش يدوب. نفس الفكرة هنا مع الاملاح لما بتزيد، ودي بتعمل مشاكل متعددة، وده بيكون على حسب المكان اللي هي بتترسب فيه. بمعنى ان هي لو اترسبت في الكلية ممكن تعمل حصوات، وبالتالي هتأثر على وظيفة الكلية وتخلي المية تتحبس فيها، وممكن تعمل مصايب لو انت اهملت او لو العيان اهمل. وممكن برضو تترسب حوالين المفاصل، وبالتالي هتعمل ألم وتورم إلى آخره وهكذا. ثلاث أشهر أنواع من الأملاح هي أملاح الأوكسالات وأملاح الفوسفات وأملاح البولينة أو اليوريك أسيد. مشكلة النوعين الأولانيين دول غير المشاكل اللي بتعملها للمفاصل والكلى، إن ليهم دور كبير في فقدان الكالسيوم من الدم عن طريق البول، وبالتالي ممكن يكون ليهم دور في حدوث ما يعرف باسم هشاشة العظام اللي هي بتسهل كسره، غير مشاكل تانية كتير بسبب نقص الكالسيوم نفسه هنتكلم عليها كلها إن شاء الله بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن أو في حلقات قوة الكالسيوم. المهم ان النوع الثالث وهو بيت القصيد في موضوعنا النهاردة اللي هو املاح البولينة، ده بيسمى حمض اليوريك او اليوريك اسيد. I just wanna hold you.